مباشرة ننتقل لأبها اللي بتعيش هذه السنة موسم سياحي استثنائي. خلونا نشوف الأجواء العيد من هناك مع زميلنا محمد المشاري. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا. طبعا اليوم نكمل معكم تغطيتنا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء اليوم أقدر أقول أن سكان أبها يعيشون فعلا بين السحاب والضباب وسط هالأجواء اللندنية الجميلة. نقدر أقول أنه أبها هي لندن المستقبل يا جماعة الخير. طبعا اليوم مكملين معكم في ختام هذه التغطية لثالث أيام عيد الفطر المبارك، وتحت مظلة أيضا الهيئة السعودية للسياحة اللي قدمت لنا مجموعة من الجوائز، وأيضا شركاء الهيئة يعني قدموا لنا باقة كبيرة من باكيجات السفر وأيضا يعني بعض الرحلات السياحية في داخل المملكة العربية السعودية مقدمة من مجموعة أكور الفندقية، وهي إقامة في فندق موفنبيك الخبر، وأيضا هدية أخرى مقدمة من مجموعة الأنتر كونتر إنتر، وهي عبارة عن فندق فوكو في الخبر، وأيضا لدينا هدية مقدمة من فندق فيوز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وأيضا هناك هدية من فندق البيلسان في مدينة أيضا الملك عبدالله الاقتصادية، كما لدينا أربعة هدايا مقدمة من شركة السياحة الأولى عبارة عن تذكرتين لاستكشاف الكهوف في منطقة الأحساء، والثانية أيضا تذكرتين لجولات استكشافية في مدينة جدة، وأيضا شركة أجواد السياحة تقدم حقيبة تحتوي على مستلزمات خاصة بالهايكينج. خلونا مشاهدينا نبدأ تغطيتنا وفعاليتنا اليوم من وسط مدينة أبها، وتحديدا من المدينة العالية، هالمدينة اللي تعتبر واحدة من أبرز الأماكن السياحية في أبها. وخلونا نرحب بضيوفنا نجوم السوشيال ميديا اليوم معنا. حسن الصبحان، أهلا وسهلا فيك. أنا سعيد أخوي محمد في هذه الأجواء الجميلة وأجواء خيالية صراحة. أنا أبها سرقت الأنظار من الجميع، يشهد الله. أجواء روعة وأمطار وموقع جميل، وأنا سعيد. الله يسعدك. برضو نرحب يا مرحبا. الله يرحبك ويبارك فيك ويسلمك إن شاء الله، وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة في هذه الأجواء الجميلة، واللي يبغى يصيف معنا يرفع الشاشة لفوق. عمار القرني عازفنا وفنان الكبير، أهلا وسهلا. أتشرف بوجودي الليلة معاكم، وفرصة جميلة أن نطل على جمهورنا وعلى كل المشاهدين من خلال شاشة الام بي سي. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله يستمتعون بهذا اللقاء الجميل. أكيد أكيد ما شاء الله صاحب الأورج ما قصر. أكيد حاضرين إن شاء الله. طيب خلونا نبدأ اليوم بحسن ملك التوقعات مثل ما يقولون. حسن، بس هادك سؤال بس جاوبني فيه بصراحة، لا تطقطق علي. تتعامل مع الجن أنت، كيف تجيب توقعاتك كذا؟ كيف تضرب معك صح؟ والله توقعاتي، شوف أنا لقبت بملك التوقعات. من اللي سماك ملك التوقعات؟ الصحافة الإيطالية. الإيطالية؟ الصحافة الإيطالية والصحافة الإسبانية تكلمت عني للأمانة، والجمهور والمتابعين والعشاق. والحمد لله، ترى هذه من أيام الطفولة التوقعات، عشان أثبت لك أنت بس تقدر تتوقع لي من 1 لـ100 وأنا أقول لك الرقم الآن. الآن؟ الآن تتوقع لي من 1 لـ100 أنت و أخوي أحمد. ها أحمد جاهز؟ جاهز. يلا خلنا نختار، والآن أثبت لكم من هو. يلا يلا بختار. يلا اخترت الرقم انا، وهذا هو. بس ما تشوف انت، ما نشوف. يلا تشوفون هذا الرقم بعد مشيئة الله. بعد مشيئة الله اتوقع هذا رقمي انا. بعد مشيئة الله، الغيب لا يعلمه الا الله. بسألك عن سر تقلب عيونك هذه بعد تخلص مني. يلا اتوقع 33. هذا الرقم يا جماعه. شايف؟ اتوقع انت والعمد الله 70. طيب سؤال جت معك الان، وكثير من التوقعات جت معك، وبنتوقع اليوم توقعات كثيرة يا حسن، تمام؟ بس وش سر قلبة العين هذه؟ في إيحاء معين؟ وش تنتظر أنت؟ تنتظر علم يجيك ولا إيش؟ أنا للأمانة، أنا لما أرفع عيوني هي بس من نوع الكاريزما عشان تطلع الحاسة. لا أنا أحس، أنا أحس إني في قمة حاسة السادسة لما أرفع عيوني للأمانة. وهذا ترى من الصغر، يعني قال من شب على شيء شاب عليه. طيب يعطيك العافية أحمد شوي.